السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم حبيبكم البرنس تيوب، عماد البرنس من قناة البرنس تيوب. طبعا يا شباب، المقدمة كده قبل ما اتكلم في اي حاجة، انا اسف جدا على الفيديو اللي فات. انا رفعت والله على طول مباشر، حتى من غير ما اتقص على الصوت ولا اعرف اي حاجة. انا دلوقتي معاكم اهو في لعبة روبلوكس في مابا اسمها تين تايتن. طبعا انا داخل اربي شوية شباب هنا. دارك لايت، انا مجربتش ده قبل كده. يلا بينا فلاش. طبعا يا شباب، للي ما يعرفش من ناحية مابة نينجا، اللي عايز يكسب طبعا معايا يدخل اللعبة النهاردة. انا حاولت طبعا اعمل بث مباشر واكسب المتابعين والكلام ده كله، بس للأسف منفعش البث المباشر للقناة بتاعتي. فالمهم يا شباب، انا ان شاء الله هسلم الجوائز من الساعة 8 للساعة 10، او حتى ممكن امدها لبعد كده. اللي عايز يكسب اعمل متابعة ليا في اللعبة، اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ويعني ويا ريت تشاركه كمان. ده طبعا من حسن ذوقك، طبعا من ذوقك انت. دي حاجة انا ما اقدرش اقول لك اعملها غصب عنك يعني. تمام، البتات كل واحد هياخد 4 بتات، ده اللي انا كنت بقوله فعلا في الفيديو، بس الكلام كله مش عارف ليه الصوت اختفى فجأة. المهم، اللي عايز يكسب يا شباب، انا بدي 4 بتات ل7 شباب. 7 شباب كل واحد هياخد 4 بتات، معايا 28 بت، كل واحد هياخد 4 بتات. اللي عايز يكسب تعليق للفيديو فيها في يبقى فيه بتاع ده اسمك في اللعبة، ورأيك كمان على الفيديو وعلى القناة وعلى كل حاجة. وياريت تعمل لايك ومشاركة للفيديو اذا يعني اذا امكن. تمام، المهم طبعا يا شباب، انا هو شرحت الموضوع والتسليم ان شاء الله يبقى من 8 ل 10. خلينا بقى في اللعب ده. بسم الله، انا عايز بيست بوي. يلا بينا نربيهم. تايجر فارم وغوريلا وبيرد، حلو. طبعا يا شباب، اللعبة دي جامدة جدا، انا لو حبيت ادخلها اعمل حاجة تغيير كده بدل ما كل شوية تشوفوني في نفس المابة. الصراحة انا نفسي اتخنقت من نفسي الصراحة. خد يا خد يا ولا ولا خد، بس يا حبيبي انا ما بقبلش. انا اسف، انا اسف، معلش. غوريلا خد يا، انت شايف نفسك تنجنة؟ ايه ده، انا هموت. لا اجري احسن. يا قلبي يابا. يلا يا شباب، يلا انا مستنيكم ان شاء الله النهارده. مش هستنى اكتر من كده، انت حرين. اللي عايز يكسب معايا يدخل على طول ويديه. ولا يا ابن المجنونه. عمل معايا الجلاشه. تمام، واضح كده ان انا فاشل في اللعبه دي يا جماعه، فاشل قوي كمان. وان شاء الله يا شباب برضو انا هحاول انوع عليكم، مش دايما هنزل روبلوكس يعني، مع اني طبعا بحبها وكده. ممكن مره كده تلاقوني بنزل، انا كل العابي هتبقى موبايل الايام دي طبعا، لحد ما ربنا يكرم اشتري الجهاز بدل الجهاز اللي باظ، يا اما اصلح اللي باظ يعني. المهم هشوف انا هعمل ايه يعني، بس مش دلوقتي ان شاء الله. المهم الالعاب هتبقى العاب موبايل، ممكن تلاقوني بلعب ببجي، ممكن تلاقوني بلعب ارك، بس يعني ايه، اللعب يا شباب هيبقى تسلية، محدش يعني يتوقع ان انا هبقى بريمو يعني وحريف جدا وكده يعني. ببجي طبعا هنزل وكده، وهحاول احسن من ادائي عشان ابقى زي الناس الحلوة اللي بتلعب دي. وفي لعبة تاني اسمها ارك، ارك سورفايفل ايفولف، طبعا غنية عن التعريف. هدخل واحاول اعمل قدامكم حاجات كده حلوة واظبط اموري فيها. وفي العاب تاني جميلة زي مثلا مش عارف. المهم يا شباب هحاول انوع يعني. تمام، وهحاول طبعا اظبط نفسي في مابات تانية عشان ان شاء الله اول ما تبدأوا ما تبدأوش من الصفر. هحاول اعمل لكم هدايا تاني في كل ما بدخلها.
في كل ما بقى ادخل، عشان انت لما تبدأ انا اسيب التعب ليا انا، انما انت لما تبدأ تبقى الصراحة من اولها كده تبقى جامد جدا 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 كمان. تمام يا شباب، تمام. يلا ياض انت، يلا ياض انت، فاكر نفسك شمشون؟ تعالى تعالى يخرب بيتك. وات ايه ده؟ مين ده؟ ولا خد، تعالى هغزك هغزك. خد يا، لا اجري احسن. ما ينفعش اضرب من فوق هنا؟ ينفع والله. الله الله الله، ما تضربش بدي، اضرب كده. العيب بقى في التليفونات ان انا ماشي اهو بحدد هنا لقدام، المفروض يضرب كده بس بيضرب برضو، بلاقيه بيضرب جنبي يا اما يضرب ورا يا اما يضرب، مش عارف يعني، لازم افضل واقف كده عشان احدد يعني. ربنا يحلها من عنده. تمام يلا يا شباب بقى عشان ما اطولش الفيديو عليكم، انا قلت لكم كل اللي انا كنت عايز اقوله يعني. تعالى يا ابن ال... طب اقتل واحد، طب اقتل واحد حتى عشان نخلي الناس اوريهم ان انا جامد يعني، ان انا جامد بقى وفخم وكده. خد يلا ولا هو هي يي يي ولا 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 ولا. خد يا ابن الأزعة، تعال لا مؤاخذة يا صاحبي، انا النهارده لازم اقتلك. تعال اهو جري. اوه والله انا ما خدت بالي. ماشي 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 يا ابن الطيبة. تمام لايك بقى يا شباب للفيديو اللي ملوش اي ستين لازمة ده واشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من حبيبك واخوك عماد البرنس. تمام يا شباب، تمام. يلا تصبحوا على خير او تتمسوا بالخير على حسب الوقت اللي انت بتشوف بقى. سلام عليكم.